السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يمسيكم بالخير مشاهدينا الكرام، وتقبل الله طاعتكم، الله يقبل إن شاء الله صيامكم وقيامكم. ومرحبا بكم في برنامج ليالي رمضان في حلقته السادسة، وكما عودناكم ليليا عبر شاشتكم، شاشة قناة الريان الفضائية، من الساعة 9:30 إلى الساعة 11 المساء في هذا البرنامج، واللي يدخل له الكثير من الفعاليات المميزة، منها طبعا المسابقات وأيضا استضافة ضيوف اللي يجونا دائما ويثرون حلقتنا عبر برنامج ليالي رمضان وفي سوق الوكره القديم. برحب زميلي جاسر الحبابي، الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور، الله يطول عمرك. انه منك صالح. وش فطورك الليل؟ والله سمبوسه وتمر بس عقب على وعليها للفطور بكره، عقب على الكباب. الله يعين، عقب على الكباب بعد شوي. طبعا حياكم الله مشاهدينا الكرام، اليوم مثل ما قال اخوي عبد الرحمن هذه الحلقه السادسه باذن الله راح نستمتع فيها معاكم ومع ضيوفنا الكرام، وباذن الله ايضا مع اخواننا وزملائنا المتواجدين معنا، اخوي فهد الكعبي وكذلك اخوي ناصر الخيفي، حياكم الله. طبعا نبدا عند من؟ نبدا عند اخوي ناصر. ابد الساعة المباركة، وين اهم شيء انتم بديتوا، احنا ان شاء الله الامور طيبة عندنا. انت الخير والبركة يا ابو مبارك. لا خلا ولا عدم، وبيض الله وجيكم، ونقول يا مرحبا ويا مسهلا موجودين اليوم ان شاء الله، ودوم في هالبرنامج وهالمسابقات الحلوة وعلى السيف، ومع اخوي ابو علي. ابو علي شو الجديد؟ الجديد عندك يا طواش، ان شاء الله اليوم الله لا يحرمنا شوف الدانه وشوف الحصبه ان شاء الله. إن شاء الله طبعا نمسي على عبد الرحمن وجاسر، يا مرحبا ومسهلا بكم معنا. مرحبا بك ابو علي، بنرجع لكم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام مساكم الله بالخير، ومبارك عليكم الشهر الفضيل في سادس ايامه. مثل ما انتم عارفين نعطيكم المنافسات، عندنا الحداق شعري، فاسكر، ربيب، اختار، وفالق طيب، وعندنا ايضا الهيرات، عندنا هير بالهمبار، وهير محزم، وهير العد الشرقي، مغاوص، مطلع المحار، والبقشات موجودة، والأسئلة موجودة باحتمالات، و15 ثانية حتى الحداد احتمالات 15 ثانية. عندنا الديين، ديين رقم 1 و2 و3، كل ديين تحت محار 10 محارات، تختار رقم على هالسؤال، احتمالات أيضا، ونقول الوقت 15 ثانية. اتصلوا على 5 4 1 8 1، هذا رقم البرنامج، 5 4 طالع على الشاشة 1 8 1، وفالكم الفوز إن شاء الله، إن جبتوا العلامة الكاملة تروحون للطواش وابشروا بالخير. الحين خلونا نرجع للاستديو عند عبد الرحمن وجاسر وضيوفهم، نستمتع معاهم إلين نرجع لكم. الله يهينك أبو علي، بيض الله وجهك، نتمنى إن شاء الله التوفيق لكل المتصلين بإذن الله. تروح الدانة والحصبة إن شاء الله. إن شاء الله وجهك وجه خير يا عبد الرحمن، أنت وجاسر. وجاسر إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، وإحنا بنساعدهم باللي بنقدر عليه يا أبو. والله لي مرحبا جاسر، أبغيك بعدين تكون معاي هنا بإذن الله. مرحبا بك، أجي أنا بروح عند أبو مبارك، توكل على الله. الله يوفقهم إن شاء الله. ومشاهدينا الكرام كما عوداكم كل ليلة نستضيف دائما ضيوف مميزين يثرون حلقتنا ونقاش حول طبعا مواضيع مختلفة، خاصة في رمضان وعن رمضان الماضي، وأيضا المقيمين اللي دائما يشاركونا في وطننا الغالي. مشاهدينا الكرام لا تكاد شعلة الثقافة والفكر تنطفئ في قطر في مختلف المواسم والمناسبات، فقد دأبت على احتضان المبادرات المشجعة على اكتساب المعرفة والتي تستهدف مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، وحرصا على تعزيز الارتباط بالقراءة سيكون جمهور الكتب على موعد مع معرض رمضان للكتاب والذي سيقام بعد يوم غد يوم الخميس في درب الساعي. الليلة يسعدنا نستضيف السيد جاسم البوعنين مدير معرض رمضان للكتاب، والحديث عن المعرض وما الجديد اللي راح ينتظر القراء في معرض رمضان للكتاب اللي سيقام في درب الساعي. جاسم. نعم، نرحب في ضيفنا الأول ولا تبين أعرف ضيفنا الثاني؟ نروح صوب ضيفنا. يلا بسم الله. ضيفنا الثاني مشاهدينا الكرام معنا أحمد بن سالم المبروك، أقدم موريتاني حاليا في قطر، طبعا معنا في برنامج ليالي رمضان، قضى أكثر من نصف عمره في قطر، طبعا يخبرها ويعرفها أكثر من أهلها، يعرف كل مناطق الدوحة وكل قطر، طبعا شبر شبر ما شاء الله عليه، وهو شاهد على نهضة وعمران قطر، طبعا ضليع بتاريخها بثقافتها، له معها ذكريات لا تمحى. ضيفنا هو أقدم موريتاني أخوي عبد الرحمن حاليا في قطر، حيث وصل الدوحة عام 1978، وطبعا تنقصه سنوات قليلة عن نصف قرن في وجوده هنا معنا في الدوحة. ونرحب مرة ثانية بضيفنا أحمد بن سالم المبروك. نقول حياكم الله وحياكم، تفضلوا معنا في الاستديو. نعم.
حيهم يلا حيهم حيهم مرحبا يلا حيهم يا مرحبا يا مرحبا بكم مسهلا ونورتونا وشرفتونا في برنامج ليالي رمضان وبيض الله وجيهكم على تواجدكم جاسم أخينا أحمد نقولكم أول شيء مبروك عليكم ما تبقى من شهر رمضان وتقبل الله طاعتكم ويا مرحبا الله يرحب يا مرحبا علينا عليك تبارك إن شاء الله يا مرحبا الله يسلمك طبعا أخوي جاسم أبو عنين وكذلك أخوي أحمد بن سالم المبروك شرفتونا بوجودكم معنا اليوم في ليالي رمضان ودنا ندردش ونسولف وطبعا نتعرف على خلينا نقول اول ايام شهر رمضان بالنسبه لكم شلون كان نبدا مع اخوي جاسم طبعا الحمد لله رمضان استاهل الجو بارد والاجواء جميله ننتظر الحمد لله ان احنا الله اعطانا طول الامر وشاهدنا هالشهر الفضيل شهر رحمه وعباده الحمد لله رب العالمين ان احنا موجودين وان شاء الله الله يعيننا على صيامه وقيامه يا رب اللهم امين يا مرحبا بك استاذ احمد او العميد احمد نقول يا مرحبا ايش سر كلمه العميد والله سر ان من اول الناس اللي وصلت الى الدوحه منذ تقريبا 44 عاما مضت ما شاء الله ما شاء الله ف يعني الجاريه الصقت في هذا يعني هذا الاسم جات من الجاريه الموريتانيه اللي متواجدين في الدوحه سموك اسم العميد نعم وانت تستاهل نعم الله يعافيك يا مرحبا تذكر شلون اول ما جيت الدوحه سنه وصلت 78 78 شلون اول ما جيت على الدوحه شلون ليش جيت كيف كانت الظروف والله يا طويل العمر اول شيء نشكركم على هذه الفرصه الطيبه وثاني شيء نترحم على أرواح كل من عاشرتهم من الآباء في هذا البلد الطيب الله يعني. نسأل الله إن شاء الله يرحمهم برحمته اللهم آمين منهم من مضى ويبارك في خلفهم إن شاء الله اللهم آمين عشرة طيبة مع هؤلاء في هذا البلد الطيب ومجيء هنا غربة كي واحد يقترب أحيانا لما يقترب هو يافع يعرف لماذا اقترب لكن أنا جيت هنا بسن صغير وكنت عملت في إحدى السفارات في سفارة قطر في موريتانيا فترة كانت مع أول سفير هناك عين كان سلطان عبد الله الجابر رحمة الله عليه وأخ عزيز ثاني اسمه عبد الحميد بن ضيحكي توفاه الله قريبا منذ أشهر الله يرحمهم رحمة الله عليه نسأل الله لهم الرحمة والغفران اللهم يعني الناس وأخ عزيز ثاني اسمه علي حسن الحمادي كان سفير في السودان برضو وتقاعد وكان مؤخرا كان في الهلال الأحمر هذا برضو لي معه ذكريات في موريتانيا وجه له تحية أنا جاي له التحية أبو أحمد من هذا المنبر لما كنت هناك عبد الحميد هذا قال لي انا قال لي رايح الدوحه لكن قال لي انت حرام تقعد هنا لازم تروح الدوحه قلت انا اروح الدوحه شو يوديني الدوحه فكان جزاه الله خير عقب ما راح بشهر ارسل لي فيزا وجيت هنا وعرفني على احد احفاد المؤسس الله يذكره بالخير هذا الرجل هو اللي عشت معاه الى حد المغربيه هذه الله يعطيه طولة العمر ويعني بفضله تعرفت على كثير من الأسر في هذا البلد الطيب فعشت معاهم وأبنائهم وإلى حد الآن يعني يا مرحبا بك الله يا مرحبا بك طبعا أخوي أحمد بس لو أسألك تذكر أول رمضان لك هنا في الدوحة؟ نعم خلينا نقول الاختلاف بين أول رمضان ورمضان الحين الحين والله فرق أول حر أول شيء حر كان أظن في شهر 7 شيء كذا فرق كبير الدوحة كانت فيها حرارة عالية جدا ولكن منذ 12 15 سنة الحرارة ما شاء الله يعني ما عادت مثل الأول تتغير مع السنين وأيضا تغير الجو مع أيضا رمضان يتقدم كل سنة نعم
مع بعد رقعة الزراعة والبنية التحتية اللي صارت والمكيفات والأشياء والمكيفة، المكيفات كانت ها أنا ما جيت أيام المراوح، أنا جيت جيت مع أيام المكيفات. لا أنا جلاء مكيفات هذا ناشيونال ما يقصروا، كانت مكيفات جيدة يعني. ما الله يعطيك العافية. إحنا راح نستذكر بعد رمضان لكن مع جاسم. جاسم دائما اسم جاسم أبو علين مقترن بالثقافة الكتاب، والسنة دي كما عودتونا يعني مسوي معرض رمضان للكتاب، وهالسنة تقرر راح يقام في درب الساعي بعد بكرة يوم الخميس. كلمنا شوي عن هذا المعرض. طبعا هذا المعرض للسنة الثانية على التوالي، جاءت الفكرة أن يكون معرض الكتاب معرض الدولي، معرض الدوحة الدولي مستمر، وليس كل عام فقط لكن يكون مستمر طوال أيام السنة. ف قررنا أن تحت رعاية وزير الثقافة الشيخ عبد الرحمن بن حمد أن يكون معارض بشكل مستمر، فقررنا نسوي معرض رمضان. لقينا العام الماضي إقبال جيد وكان فيه تفاعل من الجمهور، فقررنا السنة نسوي للسنة الثانية على التوالي. فالحمد لله إن شاء الله راح يكون ينال إعجاب الجمهور إن شاء الله بإذن الله تعالى. إحنا كان عندي سؤال، ليش في درب الساعي؟ ايش معنى ذا السنه كان درب الساعي؟ درب الساعي المكان يعني يضم الانشطه الثقافيه ومكان معروف للجميع، المكان جدا واسع سهل الوصول له، راح تقام هناك عديد من الفعاليات، فالمكان راح يجذب الجمهور بحكم انه مكان معروف لدى الجميع. ما شاء الله. كم راح يكون في أجنحة تقريبا؟ هل هي كلها من قطر ولا؟ احنا الله يسلمك عندنا 79 جهة مشاركة، 48 دار نشر من خارج الدوحة، بالإضافة إلى 31 دار نشر من قطر. ما شاء الله، الله يوفقكم. احنا عندنا 14 دولة مشاركة معنا. الله يوفقكم ان شاء الله. جاسم احنا بعد راح نتكلم عن ابرز الفعاليات اللي هناك في معرض الكتاب، و ايش ممكن يحصله سواء من الترفيه او غيره، وحتى طبعا كوفي شوبات والمطاعم. لكن ننتقل الان عند اخواننا فهد الكعبي وناصر الخليفي. فهد الله يمسك بالخير مره ثانيه، والله في المتسابقين. الله يمسك بالنور والرضا بيض الله وجهكم. يا مرحبا بك اخوي احمد البعنين والعميد احمد او جاسم البعنين، لكم في البحر يعني مساعدتكم ان شاء الله حق المتصلين. طبعا نرحب بالمشاهدين وناخذ عهود من الوكره. عهود مساك الله بالخير. مساء النور. تبارك عليك الشهر. علينا وعليك تبارك، مبارك عليكم ان شاء الله. علينا وعليك تبارك. عارفه اليه البرنامج؟ ايه شوي شفت الانستغرام وتعلمت. ان شاء الله ابشري بالخير. عندك ثلاث منافسات، تبغين الحدائق والانواع السمك عندنا شعري وفسكر وربيب، ولا تبغين الهيرات تنقطص وناخذ شيء من المحار، ولا تبغين المحار الجاهز في الدين؟ اختاري. الهيرات. الهيرات. عندك هير بالهمبار وهير محزم وهير العد الشرقي، اي هير بتاخذين؟ محزم. هير محزم. عندك البقشات من 1 إلى 10، اي بقشه ناخذ؟ ان شاء الله 7. ان شاء الله 7. بسم الله ونشوف البقشه رقم 7 وينها. هذه لا، هذه 10، هذه 7. حسنا صوب ابو مبارك يا فهد. والله الله كريم. تبشر بالخير. هني ولا هناك؟ نروح عند الطواش ولا نقعد؟ نقعد. وين السؤال؟ هاي السؤال اكو. بسم الله. عبد الرحمن جاهز؟ جاهز. كلنا جاهزين. مستعدة؟ بعدي يا الطواش ما نستغني منك. يقول لك ما أكبر حيوان في العالم؟ هل هو الحوت الأبيض ولا الحوت الأزرق ولا الحوت الأسود العملاق؟ أكبر حيوان في العالم. أي حوت منهم؟ الأبيض ولا الأزرق ولا الأسود العملاق؟ الحوت الأزرق. الأزرق. متأكدة؟ الحوت الأزرق. إيه متأكدة. من وين جاب المعلومة يا عهود؟ أعرفها من يعني من زمان من معلومات. واستفدنا من معلومتك، وألف مبروك ال 500. تستاهل الإجابة الصحيحة الآن في الرصيد 500، إن شاء الله توصل 1005. باقي لك محاولتين. نقعد في الهيرات ولا نروح حداق ولا الديين؟ نروح حداق. نروح حداق. عندك شعري وفسكر وربيب. ما في بدح يا أبو علي الليلة؟ لا البدح ما خلى، راح مع المطر. فسكر. فسكر بنت النوخذة من 1 إلى 10، أي فسكرة؟
أربعة. أربعة. لا والله سمينة هذه يا أبو مبارك. أبو مبارك. فيها الخير ذي. هاي فيها الخير إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. سؤال باحتمالات وركزي. قال تعالى سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فما البرزخ؟ إيش معنات البرزخ؟ هل هو الحاجز البري الذي يفصل بين البحر والنهر ولا هو الحاجز بين البحر والنهر ولا هو حاجز على شكل جزيرة يكون بين البحر والنهر؟ ما هو البرزخ؟ ها يا عهود، يفصل بين بحر ونهر ولا بري يفصل بين بحر ونهر ولا جزيرة؟ حاجز من الأرض. عندك وقت. هو الحاجز البري ولا هو الحاجز بين البحر والنهر ولا هو حاجز على شكل جزيرة؟ في البحر، يعني بحر ونهر. بحر ونهر. ونهر. الفبروك تستاهلين. الحين عرفنا البرزخ. هذا المتحمس من هو؟ اخوي سلطان. سلطان ونعم جعل ربي يحفظه ويخليك. نبغى تشجيع ابو علي، نبغى تشجيع سلطان. لا سلطان ركز يا سلطان معانا، ها من دخلك بحر الحين. ركز عليك حي والله ذا العين. رحنا الحداق ورحنا الهيرات باقديين، ولا تقدرين ترجعين هيرات او حداق، الخيار لكم. وين نروح؟ في الحداق. الحداق خذنا فسكر في ربيب وشعري، اي نوع ناخذ الحين؟ شعري. شعري عندك من 1 إلى 10؟ واحد. الله واحد. بالمشورة ولا ارتجال؟ والله ارتجال كذا. إذا الميدار ضرب العين نروح للطواش إن شاء الله. تعرفين الطواش من؟ إيه الخليفي. الخليفي يلا نروح له. يا مرحبا يا عهود، تعالي تعالي الله يحييك. الغيص، الغيص إذا بيغوص يحط حماية اللي هو الخبط على يده. ليش هاي يحط الخبط على يده؟ ليش؟ الغواص. إيه عشان إذا يسحب يسحبه، إذا هو يبي يطلع فوق يساعدونا ربعه يسحب الحبل. لا تستعجلين. لا عشان يساعدونا ليسحب الحبل ولا عشان المحار ما يشمخ يده ولا عشان؟ عشان ما يشمخ. يشمخ العود. عشان المحار ما يشمخ يده. ايه سلطان لازم تعلم تعلم اختك يا سلطان. سلطان يدري بس. سلطان يدري بس يتاخر شوي. الف مبروك. 1000 ريال. كفو كفو. الحين لحظه 1005 صح العلامه الكامله؟ نعم. رحنا هيرات وفسكر وشعري، الحين الخيار لك. خلي سلطان على جنب شوي، تكتفين بال1005 وتسكرين ونقول الف مبروك ولا تغامرين ونرجع للطواش؟ نغامر. الطواش ناصر الخلافي عندك. والله يا سلطان انت اللي قلت له تغامر، وان شاء الله ان شاء الله على نيتك ونيتك ان شاء الله. ان شاء الله. على العموم عندك الدانه 20,000 والحصبه 10,000 والسحتيته 2000 بالاضافه الى 1500، وعندك الخاربه ان شاء الله ما تجي صوبك، فنقول لك من 1 ل 15. قولي حق سلطان يختار لك رقم والله يرزقكم. قول له عندك انا ما اختار، انت اللي تختار. والله سياسي سلطان. ان شاء الله. يلا قولي بسم الله. بسم الله ان شاء الله. رقم 9 ان شاء الله. رقم ولا 3؟ بين 9 و3 محتاره. بين 9 و3 والله بالنسبه لي على كيفك، يعني تبين 9 ولا 3؟ تبين الثنتين؟ ها يلا بسم الله. يلا 3 ان شاء الله. 3 ان شاء الله. بشر. على العموم 3 2000 ريال تستاهلين. بعدي استاهل. سحتيته والله يبارك لك. ولا على عرف يا ابو مبارك رقم 9 وشو بديها رزقها ان شاء الله. بيجيها الدور رقم 9. شفنا عهود من الوكره حصلت على 3500، نقول الف مبروك. الان ننتقل ونروح. وين نروح يا أشرف؟ هدى مساك الله بالخير من الدفنة. مساك الله بالنار. مبارك عليك الشهر. عين عليك تبارك. عهود افتتحت الحلقة ب 3500، إن شاء الله نصيبك منها وزود إن شاء الله. إن شاء الله. الحين اختاري منافسة، حداق ولا هيرات ولا ديين؟ حداق. شعري، فسكر، ربيب، أي نوع من أنواع السمك؟ شعري.
شعري عندك من 2 إلى 10، واحد راحت الشعرية. اثنين. بسم الله على بركة الله نشوف. عندك حد يساعدك؟ اي في امي. امي جعل ربي يطرح فيها البركة، هم الخير والبركة، وان شاء الله تذوق بالرج. سؤال باحتمالات 15 ثانية، جاهزة؟ جاهزة. من هو اول من استعمل عبارة علم البحار؟ هل هو البحار المسلم احمد بن ماجد، ولا هو البحار المسلم كما ريس، ولا هو البحار المسلم خشخاش بن سعيد؟ اول من استعمل عبارة علم البحار. عبد الرحمن. هلا. أحمد. والله. ابن ماجد. ابن ماجد أحمد. إيه. أمك خير وبركة، قولي لها ألف مبروك العلامة. توني أبغى أقول أتابع كابتن ماجد، لكن ما شاء الله عليه. تلمح أنت ما عليه. نقعد في الحداق ولا نروح حيرات ولا الديين؟ نفسه الشعري. نفسه والشعري بعد، عندك من 3 إلى 10. أي رقم ناخذ؟ ها يا هدى. 10. توكل على الله نشوف العشر ايش بتقول. سؤال لا ان شاء الله بقراه. اشرف يقول ما تعرف تقرا، لا بقراه ان شاء الله لان خاف يده. بسم الله. يقول ابو علي اجيك ابو علي. من كان قائد المسلمين في معركه في اول معركه بحريه؟ من هو قائد المسلمين في اول معركه بحريه؟ هل هو سعد بن ابي وقاص، ولا عبد الله بن سعد بن ابي سرح، ولا سعد بن معاذ؟ هذا سهل. عبد الله. اول معركه بحريه من هو؟ عبد الله بن سعد. صفق صفقوا والله، الف مبروك وتستاهلين. لا صفقوا، خلينا نلعب اعصابهم شوي. الحين 1000 ريال باقي لك 500 ان شاء الله ونروح للطواش. جاهزه؟ هو يلعب في اعصابها واعصابنا احنا. نفس الشيء الحداق ولا نروح حيرات ولا نروح للديين؟ لا خلنا نفسه. خلنا نفسه ما دام ماشيين. شعري ولا فسكر ولا ربيب؟ ابو علي جايك ابو علي. مرحبا بك. شعري. رقم كم؟ يلا يا جاسر عندك الحين. ساعدك عاد اشرف الله يهدى. رقم 4؟ خلنا نقرا كذا. عطنا الشعرية رقم 4. 4 قلتي هدى صح؟ اي. يلا عندك يا جاسر. بسم الله. مساء الله بالخير يا هدى. جاهزة للسؤال؟ جاهزة. لحظة قبل السؤال، إذا خسرتي ترى أنا مالي شغل من جاسر. أفا أنت كذا تحط مسؤولية علي، على برجع مكاني. أنت الخير والبركة روح. الله يرحم والديك. ما السمكة التي تستطيع إفراز أكثر من 300 مليون بيضة في المرة الواحدة؟ ما شاء الله. والخيارات كالآتي. أيوة. الحوت الأزرق. ما أظن. الحوت العنبر. يمكن. سمكة شمس المحيط. والله من اسمها. فما هي الإجابة؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ لا عندك. خلاص الإجابة عندك. تقولك ساعدني أي واحدة؟ أساعدك. طيب الحوت الأزرق. أيوة. حوت العنبر. أيوة. سمكة شمس المحيط. أي. ها. يا شمس. لا لا لا. سمكة شمس المحيط. في رمضان وخير. الشمس يا ولد. قلتي وشو؟ نبغى الدفا. الشمس. سمكة شمس المحيط. وألف ألف مبروك وجاوب. عدي يا جاسر. عدي. تستاهلين. خيرها يا جاسر. تعال. طيب خيرها. هدى. الخيار عندك. تاخذ ال 1005؟ تبين ال 1005 والله يحفظك، ولا تبين تغامرين فيها؟ بنروح للطواش. اذا بتغامرين فيها بنروح للطواش، الموضوع عند مبارك. نغامر. والله الطواش يقول ارحبوا الطواش، يقول ارحبوا. يلا ونتوكل على الله. والله اقول لك ساعه المباركه يا مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا. عندك 1500 وصحن كباب. تبغينهم ولا تبين تغوصين؟ اغوص. الله يحفظك. وبدعوة الوالدة إن شاء الله بتفوزين. آمين. وبدانا إن شاء الله. بدانا. من 1 إلى 15. قولي حق أمك خلي تقول لك الرقم. ها. 10. الوالدة تبي 10. بشر. والله إن دعوة من القلب، والله إنها دعوة من القلب. بشر. بشر. نوقف يا ابو مبارك ولا لا؟ بشر. نوقف. الدانة ألف ألف مبروك. تستاهلين. ألف ألف مبروك. ما شاء الله تبارك الله. لا دعوة من القلب أقول لك. عز الله. تستاهل. طبعا عندك الـ20 ألف وعندك الـ1500 وعندك صحن كباب من عند بهمن.
كفو تستاهلين. بيض الله وجهك يا ناصر، واكيد مثل ما نقول هم الخير والبركه امهاتنا، الله يطول في اعمارهم والله يغفر ويرحم لمن توفى منهم. هدى وامها الف مبروك، ال 21500. بعد هدانا نطلع فاصل، عقب الفاصل نرجع عند ربعنا واخواننا في الاستديو مع عبد الرحمن وجاسر. الان فاصل لا تروحون بعيد، ابغوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، وشهدنا وإياكم قبل ما نطلع فاصل فوز هدى بالدانة. ألف ألف مبروك لهدى بالدانة، وما شاء الله تبارك الله. طبعا المشاركة معنا هي توافيق، وسبحان الله اختارت الرقم 20,000 بوجود أمها، يعني دعوة أمها الله يحفظها لها إن شاء الله، نقولها ألف مبروك. والفال إن شاء الله للمسابقين، الفال لغيرهم إن شاء الله. طبعا في انتظار اتصال للمشاركين الآخرين إن شاء الله، ولكن نستمر في حديثنا مع ضيوفنا الكرام، أخوي أحمد بن سالم العميد، وأيضاً السيد جاسم البوعنين. طبعاً أخونا الكبير أحمد، ودنا نرجع في للماضي شوي. طبعاً مثل ما شاهدنا قبل شوي مع دانة، وأكيد رجعت ذكريات البحر وذكريات الغوص وذكريات، فذكرت لي سالفة تحت الهواء، لو بس تعيد لي السالفة هذه الله يهنيك. والله السالفة هذه عن قضية الغوص. أيه. الله يذكره بالخير، فيها سعد اسماعيل، يمكن تعرفه. سعد اسماعيل البهلوان معروف. اي سقوان معروف سقوان، يعني هذا معلمني الغوص ما شاء الله، لانه كان معزبنا الله يذكره بالخير، رجل يعشق البحر، وكان عنده سنبوق، وكنا نروح راس لفوان نقوص هناك. يا سلام. محل بلاتفورم الموجوده الان اللي هي محطه الغاز، يعني هذه هي فيها المراعي اللي كانوا القطر اصلا يغوصون فيها. نعم. فلما نغوص فيها نشوف نحصل اماكن المحار، مكانوا يفلقوا المحار ما شاء الله. فكانوا معنا اباء الله يذكرهم بالخير رحمهم الله، منهم الوالد علي بن خميس بن زامل الكواري، ومنهم سلطان بن حمزه رحمه الله على الجميع. الله هذو كانوا أصدقاء للمعزب يحبهم كثير، وكانوا هم اللي نطلعوا لهم تقريبا في اليوم يمكن 6-7 خياش محار. ما شاء الله تبارك الله. ويفلقوه. سنة كم تقريبا؟ هذه كانت في 79 80 81، لما بدأت الاكتشافات الغاز نعم. بدأوا يحطوا العلامات الزلزالية هذه. ايه. منها ما عاد تغوصون. نغوصوا نروحوا العديد ما شاء الله، بس العديد ما في. كم تاخذ منكم الرحلات هذه مدة فترة؟ كانت من الخور ساعة ونص تقريبا. ما شاء الله. شيء كذا. كان أول مرة لك تغوص يعني في ذاك الوقت؟ والله هم علموني الغوص جزاهم الله خير. سعد اسماعيل كان هو مدربه. شلون كان أول غوص لك عقب التدريب مثلا؟ والله أول غوصة أنا طبعا ما نغوص بسلندر. إيه.
فكان معانا واحد الله يذكره بالخير، اخو غانم الهديفي اسمه مبارك رحمه الله عليه. هذا كان يحط الدين في ركبته ما شاء الله ويسبقنا القاع. ما شاء الله لا اله الا الله، يسبقنا القاع واحنا عندنا سلندرات. طبعا السلندر له طريقه معينه عشان تنزل وكذا، لازم ما تنزل على طول. ما تنزل على طول. هو ما شاء الله عليه بس بهالدين وهالفطام نزل نزل عبارة. احنا ما نحصل الضرار عندما وصل خالفنا طالع مالي الدين، حاط له 7-10 محارات الله يرحمه رحمة الله عليه. الله يرحمه. فكان التدريب يعني من الأخ هذا واللي معانا اللي هم اللي يقوصوا هذا ندربوا، وعقب يعني ما طول صرنا عادي عندنا القوس. صار بسيط بالنسبة لك. صار بسيط متى ما بغيت تغوص. نعم غوص المحار السمك اللي هواية. هواية ما شاء الله هواية تبارك. كانت المعزب كان له هواية في البحر ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله الله يعطيك طولة العمر يا العميد ويوفقك إن شاء الله. نبغيك حين تعلمنا عقب. ها تعلمنا عقب مغارف. حاضرين عادة في البرك أنتم تبون. لا أنا برا الموضوع وبنجي معنا أبو مبارك بعد يعلمنا مغاوص بعد. والله يسعد اسماعيل الحين معنا ولا ما انت معنا يا ابو مبارك؟ الحين يدور على الدارك. سعاد والله امرك سعاد. ابو مبارك خلصت الكباب علينا. لا قاعدين هني برا احنا. الله يوفقكم ان شاء الله. اللهم امين. نرجع لك جاسم من جديد. جاسم ذكرت ان المعرض هذا السنه معرض رمضان للكتاب في رمضان راح يكون ان شاء الله في درب الساعي. طيب واحد بيجي هناك في درب الساعي وش ممكن يحصل غير مثلا اجنحه المشاركه يعني؟ هل في فعاليات ممكن تساعد؟ طبعا الواحد يقعد هناك ويتنقى على راحته يمكن يتقهوى يعني الاشياء هذه البسيطه. يعني انت بامكانك انك انت تحضر من وقت صلاه العشاء. احنا هناك وفرنا جامع مسجد مصلى راح نصلي هناك التراويح صلاه العشاء وصلاه التراويح، ومن بعدها تقدر انت واسرتك انك انت يعني تحضر الندوات المصاحبه للمعرض. هناك العديد كل يوم عندنا احنا ندوات ثقافية إسلامية عن الأسرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة للأطفال راح يقدمها راح نقدمها طوال فترة أيام المعرض. هذا يومياً؟ يومياً. ورش تدريبية للأطفال، عروض مسرحية للأطفال، ثقافية هادفة دينية، بالإضافة إلى طبعاً هناك راح يوجد ايضا بازار بالتعاون مع وزاره التنميه وشؤون الاسره. يعني هناك العديد من الفعاليات المصاحبه للمعرض. المعرض مش يعني الواحد هو يسرته يقدر يقضي يومه كامل هناك في المعرض. هو من الساعه كم للساعه كم تقريبا يعني؟ احنا ان شاء الله ايامه يعني الايام احنا راح يبتدي يوم الخميس الى تاريخ 5 اللي هو صادف يوم الاربعاء 5/4. الأوقات إحنا مثل ما قلت لك إحنا من الساعة 7 راح نفتح، راح تقام صلاة العشاء والتراويح هنا، ومن ثم تبدأ الفعاليات والأنشطة إلى الساعة كم؟ إلى الساعة 12 بالليل. ما شاء الله. والندوات هذه والورش التدريبية والمسارح وغيرها هل لازم يسجلون فيها ولا لا يجون هناك على طول ممكن يشاركون فيها؟ يجون هناك ويجونا ويحضر الورش الموجودة للأطفال، ورش للكبار، ندوات على المسرح الرئيسي للجميع. ما شاء الله تبارك الله. بعد بغيت أسألك سؤال بسيط بالنسبة لمعارض الكتاب وهدف معارض الكتاب بشكل عام، اللي نعرف أنه في تراجع كبير في ثقافة القراءة لدى خلنا نقول شبابنا هالأيام، فهل هذا هدفكم هو إعادة إحياء ثقافة القراءة ولا؟ أنا يعني يمكن أنا أختلف وياك في موضوع أنه في تراجع، بالعكس يعني إحنا نشوف الآن توجه الشباب يعني عندنا في خاصة في المعارض تشوف لهم راح تكون هناك أيضا بعد على هالموضوع هناك راح تكون فيها حفلات تدشين كتب لكتاب مؤلفين قطريين راح تكون على المسرح الرئيسي. الهدف هو توطين الكتاب والقراءة في قطر وتنشيط حركة الكتاب، التشجيع دور النشر على الإصدار الكتب، أيضا تعزيز القراءة لدى المجتمع. كثرة المعارض هذه المعارض تكون موجودة تعزز القدرة للناس على القراءة وتشجعهم على القراءة. أيضا الناشر لما دور النشر لما تشوف أن في معارض توجد معارض
يعني بشكل مستمر، راح يتشجع ايضا في اصدار اصدارات جديده، والكتاب راح يتحمسون انهم هم يصدرون كتب صحيح. جديده، وفي يعني في اعداد كبيره من المؤلفين القطريين يعني ما شاء الله في الفتره الاخيره عندهم انتاج يعني انتاج فكري جميل ما شاء الله تبارك. وهذه ايضا اتوقع يعني دور هذه المعارض في نشر ثقافه القراءه وحتى دعم حتى الناس الناشرين نفسهم انهم يستقطبونهم ويصدرون كتبهم وغيرها للجمهور اكيد, يعني. أكيد. ما شاء الله الله يوفقكم يا جاسم. ارجع للعميد احمد، عميد ابو سالم تذكر المكان اللي احنا فيه الحين، هذا المكان تذكره؟ هاي المكان اتذكره والله، السوق بشكل عام. مش كان قبل؟ كان قبل والله. شوف احنا قبل الوكره كنا نعبرها واحنا رايحين ام سعيد، عبور نروح سيلين، ما كنا ندخل الاماكن هذه اللي مصوب البحر، قريبه من مصوب البحر على السيف، الا نادرا يعني، يمكن في التسعينات او شيء كذا كنا نجي هنا مع العيال على البحر. فالوكره زمان كان ما فيه ذا البنيان اللي انت تشوفه كله، كان اعلى فيها شيء عماره ابو محمود اللي هنا على اللي عند اللي مقابله مسجد عبد الغني، فكان فيه بس اللي على الشارع، كان الاهالي من الوكره الصوب هذا، هذه كانت بيوت تقريبا بس فيها. بس ليش يعني كنتوا تمرون عليها مروا الكرام؟ ما كان في فتره كنت يعني خذيت لك فتره طويله هنا في الوكره ولا؟ لا الا التسعينات، انا سكنت في الريان تقريبا حوالي قريب 15 سنه، عقب رحت ام سعيد سكنت فيها تقريبا قريب 23 سنه، وحين سكننا في لوكير من 2013 الماضي. ما شاء الله ما شاء الله. ف الوكره ما كانت يعني فيها ذاك البيوت اللي نتكلم لك عنها الثمانينات، وهذا ما كان يعني نشوف اللي على الشارع بس. فعقب صار بنيان على اليسار، يعني مثلا من دوار ام سعيد احنا نسميه على اليسار، ويسار فيه بنيان وصار فيه والسوق بالاخص. السوق بالاخص احنا ما كنا نجي، ما كنا نجي ما شاء الله. السوق اللي احنا نعرفه السوق واقف، اما سوق مثلا الوكره هنا وسوق اللي في الحين الخور هذا جديد بالنسبه لنا. بعد كنا دائما نروح الخور لان كان المعزب عنده هناك على البحر وكذا، نروح دائما الخور ونعرف اهل الخور وكذا، لكن الخور ما كان في ذاك البنيان اللي الحين الشوارع والاشارات والدنيا ما شاء الله ما كان في ذاك. الحين بنسولف معك عن الطرق القديمه اللي كانت موجوده هنا، ايش تتذكر منها؟ لكن بعد ما طبعا ما نرجع من اخواننا فهد الكعبي وناصر الخليفي، عندك الكلمه يا فهد، نقول فالهم التوفيق ان شاء الله. اللهم امين، بيض الله وجهك. العميد احمد، الاول انت تمر مرور الكرام الوكره. نعم. اليوم بتقعد في سوق الوكره حتى اتصالنا من الوكره. عاشر، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك، مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك تبارك. عارف الاليه البرنامج؟ اي نعم. ندش المنافسات، تبغين حداق ولا هيرات ولا الديين؟ لا نروح على هيرات. نروح على الهيرات، عندك هير بالهمبار وهير محزم وهير العد الشرقي، أي هير نختار؟ العد الشرقي. العد الشرقي، العد الشرقي ما جيناه اليوم، من 1 إلى 10؟ ناخذ 5. ناخذ 5، بسم الله ونشوف. يلا يا كريم، يا سؤال يا نروح عند الطواش. سؤال قيمة 500 ريال، عندك 15 ثانية وعندك احتمالات، جاهزة؟ إي جاهزة. ما المحيط الذي يوجد به أكبر عدد من الخنادق؟ هل هو المحيط المتجمد الجنوبي، المحيط المتجمد الشمالي، المحيط الهادي؟ وخلك هادية وانت تجاوبين، ما أسمع. المحيط الهادي. متأكدة؟ إن شاء الله. من وين جايب الإجابة؟ إن شاء الله. إن شاء الله، ألف مبروك، صح والعلامة كاملة، 500 ريال. الآن باقي لك سؤالين ومحاولتين، وين نروح؟ في الهيرات ولا نغير؟ لا نفس المكان. نفس المكان والعد الشرقي بعد؟ أيوه. إيه هيراتها زينة هذه. 5 راح، من 1 إلى 10؟ ناخذ 10. ناخذ 10. إيه الأرقام تدبل هني، بسم الله، إن شاء الله الجوائز تدبل. يلا يا كريم نشوف.
عائشة تعرفين الطواش؟ أيوة. من هو؟ الخليفي. نروح له. يا مرحبا يا عائشة، شلونك؟ الحمد لله طيبة الحمد لله. أنت من هل الوكرة وتمرين على بفنطاس، وكل محمل في وسطه داخل تحت في الخن فيه فنطاس، وسط المحمل فنطاس، وشو الفنطاس؟ وشو الفنطاس يا عبد الرحمن؟ وش محطة يا أخي دائما محطة الواحد إذا عطش يسوي؟ عائشة يشرب؟ يعطش؟ ايش يشرب؟ يشرب الماء يعني؟ ماء حلو يعني صح؟ ماء للشرب. من وين يشرب يا عائشة؟ من الفنطاس. من الفنطاس؟ الفنطاس هو درام الماء يا عائشة، تستاهلين كفو. بعدي الآن الرصيد 1000 ريال ومعلومة جيدة يا أبو مبارك، بيض الله وجهك، والله نستفيد. وجهك. نستفيد. هذه أيضاً من أهداف البرنامج، نحن نتثقف ونعرف أيضاً مثل هذه المعلومات. 1000 ريال آخر محاولة، يا رب نرجع للطواش ولكن ندور الدانة. وين نروح الحين؟ هاي عائشة. عندك ولا عند اخوك؟ الحين عندي، الحين عندي، نبتدي من هنا بعدين ان شاء الله نروح للخليفي. تبين هيرات العد الشرقي بعد نفسه؟ ايوه. وجه الخير، وجه الخير عليك. العد الشرقي 5 و10 راحوا من 1 الى 9. 8. بسم الله نشوف الثمانية ايش بيكون رزقك. يلا يا كريم رب. سؤال يا سؤال يا نروح للطواش مره ثانيه نستفيد بعد. جاهز ابو مبارك؟ فالك طيب. أشوف الورقة فيها 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 الطواش عندك يبا. عائشة. هلا. هلو. عائشة طبعاً. هل البحر وهل الغوص يدورون السواجب؟ يدورون السواجب ليراحوا الغوص. السواجب هي المحلات اللي فيها شنو؟ اللي فيها يعني صيد. ايوه صيد شنو؟ اي كملي. لا مو بالسمك هم يغوصون. لا. ليه هم يغوصون حق شنو؟ انت شو اخترتي الحين؟ اي منافسه؟ يغوصون حق شنو؟ أيه ما بحق اللولو. السواج مقاصات اللولو. اللولو مقاصات اللولو كفو تستاهلين. بعدي عايشة الرصيد 1005، العلامة الكاملة من 3 أسئلة. الحين الخيار لك، تكتفين وتقولين الحمد لله 1005 ومع السلامة، ولا تغامرين ونرجع للطواش؟ لا نغامر. نغامر. عندك أبو مبارك. عايشة قلبك قوي. الله كريم. توكلي على الله، توكلي على الله. من يساعدك؟ ولا حد. الله سبحانه إن شاء الله سبحانه. وانتي عندك من 1 إلين 15، قولي بسم الله. بسم الله. نختار رقم 5. رقم 5. الله يستر. غيري ولا بتستمرين؟ ها مو عارف بتفكي. ما عارف 5 ما أدري. على كيفك أنت عندك ها؟ ما أدري وترتني أغير؟ لا ما وترك. أنا أقول لك ها، أنا بمد يدي أنت قولي الرقم. ما ادري انت ايش تنصحني فيه. لا والله اختاري اختاري الحين خلاص اختاري. انصحك سكري انسحبي. انا اقول انسحاب. انسحاب زين. 8 خلاص رقم 8. كفو كفو خلينا نشوف 8. كفو 8 سحتيت الحمد لله الحمد لله. الف مبروك. تستاهلين تستاهلين. مبروك يا عائشه 3500. خلونا نروح الريان. عهود مساك الله بالخير. مرحبا مساء النور. مبارك عليك الشهر. علينا عليك ان شاء الله. عارف آلية البرنامج وندش في المنافسة إن شاء الله. حداق ولا هيرات ولا الديين؟ حداق. حداق. عندك شعري وفسكر وربيب. ربيب. ربيب. الربيب اليوم ما جيناه. من 1 إلى 10. 5. 5 5 5. بسم الله ونشوف الخمسة. نروح للطواش يا عهود. أوكي. توكل على الله. مبارك. يا مرحبا يا عهود. يا مرحبا فيك بمبارك. المطبخ أقصد المحمل وراي. نعم المحمل وراي. أوكي. فيه سريدان.
وشو السريدان؟ الله نطقه يا عهود. خلاني اقول لك الله نطقه. ها قالها قالها قبل شوي. ها يا عهود قال لي جوبه. وشو؟ ها؟ السريدان. السريدان وشو؟ انا قلت له. لا لا المطبخ. لا قال اللي جابه هو. المطبخ. ايوه المطبخ الله يرحم والديك والله اني قلته انا. عهود الف مبروك ال 500 سبحان الله ارزاق والله في برنامج بعد الله نطقني بالاجابه هي ارزاق توزع وتستاهل تستاهل نقعد في الحداق ولا نروح هيرات ولا ديين؟ الحداق الحداق ربيب ولا فسكر ولا شعري؟ شعري شعري الشعري والله اللي راح واحد واثنين اربعه وعشره من ثلاثه الى تسعه رقم ثمانية رقم ثمانية بسم الله طارها اللي مدارها عوي يا مبارك إن شاء الله إن السؤال واحتمالات يا أبو علي اللي مدارها عوي ما يندرى والله سمينة إن شاء الله فيها الخير جاهزة للسؤال جاهزة يقول لك البحيرات المميتة اسم يطلق على ثلاث بحيرات في أفريقيا أين توجد تحديدا في الكاميرون ولا نيجيريا ولا بوركينا فاسو هي بحيرات مميتة من اسمها مسمينها مميتة وثلاث بحيرات وين تكون؟ في الكاميرون ولا نيجيريا ولا بوركينا فاسو؟ عطينا بلد الكاميرون والف مبروك ال 500 الف مبروك ما شاء الله ما شاء الله الرصيد 1000 ريال يلا اخر محاوله ونشوف يمكن نرجع للطواش جاهزه؟ جاهزه حداق هيرات ديين الفين ديين؟ ايه عندك ديين واحد، ديين اثنين، ديين ثلاثة، أي رقم؟ رقم ثلاثة رقم ثلاثة، المحار من واحد إلى عشرة، أي محارة ناخذ؟ رقم سبعة رقم سبعة، بسم الله ونشوف الرقم سبعة، شو يقول؟ رب سؤال أو احتمالات سؤال أو احتمالات؟ لا مش احتمالات، سؤال، لكن عند الطواش بمبارك أوه. أسئلتك صعبة يا مبارك لا يا عبد الرحمن هذه السؤال الصراحة لك أنت وبتساعد أختنا بإذن الله والله إذا عرفه والله ما قصد الغواص الغواص يغوص عشر غطسات لها اسم عند هل الغوص شو اسمه يا عبد الرحمن عبد الرحمن يعرفه فيها حرف التاء وباء وهاء هذا اللي أتذكره لا لا هي يا قحمة زين ايه العشر صح 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 ولا غوصه ولا تبين انت تختارين؟ اي رقم يا عبد الرحمن؟ رقم واحد انا دائما رقم واحد الله واحد رقم قحمه قحمه يسمونها قحمه قحمه اللي هي صح عشر غوصات عشر غوصات تستاهل يعني هي مصطلح ويقالها انا ضيعت يا مبارك راح للباء شفنا عهود وعهود من اول يوم يا ابو علي من اول يوم ادري مو من اول يوم من البروفات قبل الربوفات عهود الحين انت معاك 1500 ريال نقول لك الف مبروك تبغين تنسحبين وتاخذينهم تجعل فيه العافيه تبين تقامرين ويمكن تروح عليك نرجع للطواش يمكن 20000 10000 2000 او يمكن حتى ال 1005 تروح توكل عند الله وعند ابو مبارك كل شيء بيد الله ابو مبارك كلنا عندك الطواش والله ساعة المباركة شوفي انا مغمض ها واقول لك ان شاء الله 1500 1500 وصحن كباب من عند بهمن نعمه ولا على كيفك قولي بسم الله بسم الله اه اي رقم كم رقم خمسه احنا قبل شوي قلنا خمسه ما نحب بعد انت ما تحبينه غيري يلا انا ما ابيك تتوترين قولي بسرعه رقم سته ولا سبعه لا اله الا الله سته ولا سبعه لا سبعه سته يلا بسم الله بسم الله بشر صحتيته تستاهلين بعدي تستاهل لا ترددين لا تتوترون يا جماعه لا تتوترون خلكم على طول وجاوبوا بيض الله وجهك توكلوا على الله بيض الله وجهك مبارك الان الف مبروك العهود 3500 خلونا نروح بن عمران غانم مساك الله بالخير الله يمسيك بالنور مبارك على كل شهر يا غانم علينا وعليك تبارك يلا يا رب لك من اسمك نصيب وتاخذ الغنائم كلها وين نروح امين ان شاء الله حداق ولا هيرات ولا الديين هيرات هيرات عندك هير بالهمبار هير محزم هير العد الشرقي
بالهمبار. بالهمبار من 1 إلى 10 ما حد غوص فيه اليوم، انت اول تبه. 10 بسم الله ونشوف رزقك. تعرف الطواش؟ اي نعم. من هو؟ ناصر الخليفي. نروح له عند الخليفي. يا مرحبا يا غانم. الله يرحبك. غانم من الفنطاس داخل من الخن من الدرام العود فيه 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 نقول احنا بغيت اقول الاسم اللي يشلون منه الماي شو اسمه؟ اللي يشلون منه الماي؟ اي اللي ما بالدرام ولا يغرفون ما بالدرام ولا الكلك لكن ها حاول خزان البالدي اللي ياخذون منه الماي البالدي ارحم الله والديك كفو والديك الجنة بعد يا غانم بعد يا غانم 500 ريال ابو مبارك ظاهر بهمن مأثر عليك اليوم والله اقول لك سندرني بالكباب ما شاء الله وابي اروح اكل لكن غانم ابي اقول جعل ادوم جعل ادوم يا ابو مبارك اتصال غانم الحين عندك 500 ريال بقول لك محاولتين وسؤالين نقعد في الهيرات ولا نروح حداق ولا الديين الهيرات ان شاء الله الهيرات ان شاء الله بالهمبار ولا محزم ولا العد الشرقي بالهمبار بالهمبار 10 انت خذيته تبه ثانية من 1 إلى 9 7 توكل على الله ما شاء الله عليك لا غانم انت ان شاء الله رزقك ان شاء الله وفير نشوف يلا سؤال على احتمالات 15 ثانية جاهز ايه جاهز نعم ما اكبر جزيرة في العالم جزيرة غرينلاند ولا جزيرة مالي ولا جزيرة لنكاوي جزيرة غرينلاند يا أخي ما شاء الله عليك يا غانم ألف مبروك الـ500 تستاهل ما شاء الله على معلوماتك زينة ها انتم تبى ثالثة ولا نغير اي نعم انتم انتم نفسه بعد خليك على الهير خليك على الهير اي على الهير على الهير اي هير بالهمبار ولا محزم ولا بالهمبار لا ظهر مبندر هني بمبارك العود اي لا 7 و10 راحوا من 1 إلى 9 أربعة تعجبني فيك سرعتك ووثوقك يا الله يا كريم عقب ما ناخذ المحار وين نبيعه ولا وين نروح عند الطواش يلا روح عند الطواش مبارك يا مرحبا يا غانم يا مرحبا الله يحبك يا رب شوف. أرب انك تساعدني هالمرة والله انا ما بهالمرة كل مرة انا ساعدك ويعني لكن توكل على الله طير 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 بحري وكل الناس يحبونه شوفه بيطلع لك على الشاشة هذي إذا ما عرفت اسمه خلاص شو اسمه ما أشوفه للحين ما جان لا بيك الحين يطير هذا وعلى الخط ياي ها وصل فنتير أرحم الله والديك تستاهل بعدي يا غانم 1005 وتستاهل العلامة الكاملة الحين يا غانم بتسكر نقولك مرحبا ومسألة على الاتصال جعل فيه العافية 1005 بتغامر نرجع للطواش بغامر ان شاء الله كفو عليك كفو. غامر عندك ابو مبارك انا ابغي الطواش الله يوفقك في الخير البركه ان شاء الله ان شاء الله الله يرزقك ان شاء الله والله تستاهل يا غانم 1500 وصحن كباب ولا تبي تغوص تستاهل الطين ها بنغوص ان شاء الله على الحط الافطام وقول بسم الله واختار من 1 إلى 15 يلا يا رب يلا على بابك ولا خاب طلابك فرحنا معك لو انت مكاني ايش بتختار والله اني اختار لك والله لو انا مكانك اني اختار لك من 1 إلى 15 حلو صح كلامك عيل 5 توكل على الله لا لا اله الا الله رقم 5 يا غانم 9 خلاص 9 9 الرقم اللي بيشوفه عبد الرحمن ارحم الله والديك يا اخي يا جماعه 3500 يا غانم الف مبروك وتستاهل يستاهل طبعا لو المتصلين يركزون معانا ما زلنا مستمرين معاكم في اجواء المنافسه الينا خلي بمبارك يروح عند مهمن وياكل كباب نرجع لكم من هالفاصل في الاستديو عند اخواني فاصل ورجع لكم لا تروحون بعيد
يا مرحبا ومساء الخير، رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ونستمر معاكم في ليالي رمضان وفي حلقتنا لليوم. وطبعا يعطيهم العافيه اخواني فهد وناصر، الف الف مبروك للي فازوا، وطبعا حظنا اوفر للي ما فازوا، عز الله ما يقصرون اخوي فهد واخوي ناصر يساعدون باللي يقدرون عليه، واحنا هنا ايضا نساعد المشاركين معنا اليوم ونرجع لهم ان شاء الله في المسابقات. ولكن نعود المحور حديثنا مع ضيوفنا اخوي جاسم البوعينين وايضا اخوي احمد بن سالم العميد، يا مرحبا والله ومسهلا. طبعا لو نرجع لاخوي جاسم بالنسبه للمعرض، معرض الكتاب، احنا تحدثنا عن اهميه القراءه وثقافه القراءه، لو بوجهه نظرك انت شنو هي الاشياء اللي ممكن تكون محفزه لزياره مثل هذه المعارض؟ طبعا احنا بدورنا ان احنا نحاول ان حتى دور نستقطب دور النشر الكبيره في الوطن العربي وفي خارج من اوروبا وامريكا، قد ما نقدر احنا نسعى ان تكون هذه دور النشر متواجده في المعرض. هذا يزيد من يعني شيء محفز للناس ان يحضرون المعرض. ايضا التنوع اللي موجود، تنوع دور النشر المشاركه صحيح. في جميع المجالات يعطي انطباع ما شاء الله، عدد دور النشر في تزايد حاليا. اي يعني العام كان اقل من هذه السنه، السنه زدنا العدد مثل ما قلت لك، احنا كان في اقبال وصدى كان يعني جدا مفيد، فاحنا حاولنا السنه شوي نكبر، اخترنا المكان المكان المناسب انه يضم هذا العدد الكبير. ايضا الفعاليات المصاحبه، فايضا جدول الفعاليات المصاحب للمعرض راح يجذب الجمهور باذن الله، فهاي كلها عوامل تساعد على ان الناس تحضر معرض رمضان ان شاء الله. ولكن كغرس، كغرس ثقافه، اكيد احنا استمرار هذه المعارض يعزز ثقافه القراءه، يعزز مثل ما ذكرتك في السابق، يعزز يشجع على الناشرين على الانتاج الفكري القطري، فكثره المعارض وهذه الفعاليات الثقافيه تثري صحيح. جاسم ركزتوا على الاطفال في 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 هذه النسخه او لا؟ اكيد طبعا احنا يعني هي دائما اتوقع هي الفئه المستهدفه، لان هي فئه النشر يعني تحببون في القراءه. طبعا هناك تقريبا ما يقارب 20 دار نشر مختصه فقط في كتب الاطفال والنشر، بالاضافه الى البرامج الورش للاطفال، راح تكون ورش ثقافيه. عندك خلفيه عنها هذه الورش؟ يعني ايش ممكن تتكلم عنها او عشان بس نعطي نبذه حتى لاولياء الامور اللي ممكن يتحمسون يودون عيالهم؟ يعني في عندنا ورش للقراءه، تعزيز القراءه للاطفال، عندنا فعاليات اللي راح تكون موجوده، المسرح راح يقدم عروض مسرحيه للاطفال ثقافيه تعليميه. ايضا احنا عندنا الحزاوي هناك راح تكون الفنانه هديه سعيد راح تكون موجوده وراح تقرا الحزاوي للاطفال. الاطفال لما يسمعون الحزاوي او يشوفون هذه الفعاليات اكيد راح تنغرس مثل ما ذكرنا فيها هذه الثقافه. ايضا عندنا احنا الورش الفنيه اللي هو الرسم على الفخار، بطاقات العيد، ايضا وفي اكثر يعني في ورش يعني بعد كثيره يعني كلها للاطفال، يعني احنا ركزنا على الطفل، فراح يجون يعني يستفيدون منها. يعني انا حبيت فكره المسرح والورش هذا، لان دائما الاطفال يكون حركيين صحيح. ويحبون الحركه اكثر طبعا من الالتزام وغيره، فدمجتوا هذا الشيئين مع بعض، ف جهد كبير، فالله يعطيك العافيه صراحه. الله يعافيك ويسلمك. روح عند العميد. نعم طبعا العميد، انا كنت ابي اساله وانت ايضا كنت بتسال اخوي عبد الرحمن، بالنسبه اللي خلينا نقول الشوارع واختلاف المناظر في الدوحه، طبعا ما شاء الله انت موجود هنا من 1978، فاكيد هنالك اختلاف كبير، في فرق كبير في شكل الشوارع، الشوارع بشكل عام، في شوارع جديده حاليا افتتحت قبل سنوات قليله، شنو شكل هذا بالنسبه لك؟ والله شوف صار فرق كبير جدا. اول في الدوحه، اول شيء اول ما جيت هنا ما كان فيه الا جسر ابو عبود مرتفع عن الارض، يعني كجسر ما فيه الا جسر ابو عبود. جسر ابو عبود عقب صار فيه جسر الجيده، ما شاء الله. عقب جسر الجيده فيه الجسر عند الاذاعه
وانت رايح على نادي غضب هذا جسر وادي السيل. جسر وادي السيل نعم، هذا اللي في الدوحه كان، بس هذا اللي تذكره من شيء. لا ما هو هذا موجود، هذا اللي بدت، خلينا نقول هذا اللي بدت الصوره اللي بدت. اي الصوره اللي بدات ما شاء الله. عندك في الريان كان من عند دوار مبارك بن عبد الرحمن، وانت رايح الريان ما في قار، لا لا قطوع ما في قار، ايش الطريق ذي، لكن ما في قار، يعني لما يجي المطر اهل الريان الله يعينهم، الريان وحتى قرافه الريان والقرافه ففيه اماكن كثيره ما كان فيها ذيك الطرق. عندك مثلا الاشارات، يعني الدوحه كانت فيها ثلاث اشارات. وش الاشارات هذه؟ في اشاره عند في ظهر مجلس ناصر بن حمد في شارع ريان عند بيت الشيخ جاسم بن حمد رحمه الله جميعا، وعندك اشارات شارع الكهرباء. شارع الكهرباء نعم. هاي. وفي اشاره ثانيه في داعوس عند البيت الحديث. بيت الحديث انا ما اعرفها، انت تعرفها ولا لا؟ بيت الحديث. ايه. بس هاي الاشارات اللي كانت موجوده. لا اله الا الله. زين والدوار المشهور؟ ما في. الدوار المشهور. الدوار المشهور دوار الساعة. دوار الساعة سموها كانت ساعة الزهور. ايه. انت جاي من بنك قطر الوطني لاف على اليمين رايح على الجبر، على سوق الجبر. قدام سوق الجبر هذه كانت الساعة، سموها ساعة الزهور. يعني هي كان في شوارع ما كانت مسمية دوار المجنون، كثير دوار المجنون عقل مع الزمن عقل هذاك دوار مجنون. وانت جاي من تيوتا الحين مار على هذا السكوير عند 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 تجاه النجمة عند العاصمة. ايه الحين صارت تجارة مغولية العاصمة هذه كان يسوون دوار مجنون. يعني هذا أكبر دوار صارت فيه إيش؟ خرجت منه طرق كثيرة. وأقولوا أن حد أخواننا الباكستانيين في تراي في الليسن يقول للضابط قال يا أخي هذا دوار مجنون، أخي مجنون هذا جنن. فسمي دوار مجنون. فكانت فيه الطرق الحين ما شاء الله شيء ثاني. الحمد لله. شيء ثاني. أنا ما كنت في مسألتين ما كنت أعتقد إني أشوفه. اللي هي باص مليان ناس وعمارة 50 طابق. هذه ما كنت متصورها أبداً. ما كنت متصور إني أشوفهم بالدوحة. لا لا. والسبب يعني؟ ما كان يعني ما تطور. صح. اللي بدأ مثلاً من 94 وجاي. صح. يعني أول ما كان. قصدك في مدة زمنية قصيرة إنه صعب قصيرة إنك تشوف هذا التغير. إيش صار التغير؟ لا لا. هائل جداً. الله يعطيك العافية. أنتوا تعرفوا ال 50 طابق ذي وين؟ 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 هذه بعد بشيلكم توها يعني. وين ال 50 طابق؟ هاي الملاحة. ترى احنا صغار ما. ايه عاد هذه معاكم صغار. هذه الله يسلمك الملاحة. وين السيتي سنتر؟ ايه. مقابل الفردان. قبل الفردان نعم. هذه. برج الملاحة. برج الملاحة. الله يعطيك العافية. كروة ما شاء الله تشوف هالباصات ما شاء الله مليانة ناس. وكلها تحققت هالشيئين. أول كان الله يسلمك عندنا باصات يوقفوا في السوق. السوق وين؟ عند البريد القديم. ايه. بنص ريال يوديك لين يركبوهم العماله اكثر شيء لمسعيد للخور بنص ريال. لا لا باصات صغيره 12 راكب. فما كان النقل العام الناس طبعا ما كان شيء دارج. لا لا ما كان شيء دارج. صحيح. الله يعطيك العافيه ابو سالم، مستمتعين صراحه بالحديث معك ونحن نستذكر الذكريات الجميله، الذكريات الماضيه. بس هذه الاشياء اللي انتم موجودين المفروض تكونوا تعرفوها. مشكله الحين نقول لكم اشياء تقول يا اخي والله ما نعرفها. يمكن احنا ما لحقنا عليها. ما لحقنا عليها ابو سالم. والله مشغولين في المدارس ذيك الايام. الله يعطيك العافيه يا ابو سالم، يعطيك طول العمر ان شاء الله واللي مثلك وشرواك. الله يعطيكم العافيه. قبل ما نكمل حوارنا معكم نروح عند اخوان فهد الكعبي وناصر الخليفي. عندك الكلمه يا ابو علي. لا انت بيض الله وجهك، والله احنا اندمجنا مع سوالف العميد احمد بيض الله يعطيه الصحه والعافيه. مشاهدينا الكرام خلونا نروح على طاري الريان. الاول يقول لك ما في قار يودينا، الحين كل شيء يودينا للريان. الريان محمد مساك الله بالخير. مرحبا. تبقى بالنور. مبارك عليك الشهر. الله يسلمك. مبارك عليك ما تبقى. الله يسلمك. جاهز؟
جاهز ان شاء الله. والله من صوتك ان شاء الله، الله يوفقك. حداق ولا هيرات ولا ديين؟ حداق. حداق، اي نوع تبغي؟ شعري ولا فسكر ولا ربيب؟ شعري. شعري يا محمد، محمد اللي راح 1 2 4 8 10 هذا اللي راح. عندك من 3 إلى 9 7 7؟ ايه توكل على الله، نشوف 7. تعرف الطواش يا محمد؟ محمد روح للطواش، روح عند الخليفي. محمد يا هلا، كيف الحال؟ الله يسلمك طول عمرك. يقول الهوى تارس، ايش معنات الهوى تارس؟ الهوى تارس يعني الهوى شديد. ارحم الله والديك، سلام. ارحم الله والديك، كفو تستاهل. لا ما شاء الله عليك، قلت لك انا من نبره الصوت ان شاء الله اول الغيث، اول الغيث ان شاء الله. محمد 500 في البدايه، اللهم لك الحمد. سؤالين ومحاولتين، نقعد في الحداق ولا نروح هيرات ولا ديين؟ نقعد في الحداق. نقعد في الحداق، شعري ولا فسكر ولا ربيب؟ فسكر. فسكر بنت النوخذه اللي راحت رقم 4 7 بعد. وش سرك انت مع رقم 7 يا محمد؟ لان عيالي ما شاء الله 7. الله يحفظهم ويخليهم لك يا رب العالمين. سبحان الله. والرقم 7 الظاهر بعد اليوم محظوظ مع الطواش. عطنا معلومه جديده مع الطواش. الخليفي عندك يا مرحبا يا محمد، والله يخلي لك 7 ان شاء الله ويزيدك. امين، طول عمرك امين، الله يسلمك. المغص اللي ينكشف فجأة شو يسمونه؟ هل البحر هل الغوصة؟ فجأة يطيح لك على مغص كله محار، يقولون تبراه ولا هير ولا محار؟ شنو شو يقولون؟ تبراه. تبراه تا يا محمد ولا هير ولا محار؟ ها التاء. التاء يا محمد. التاء زين. الله يخلي لك 7. ها ها عيد عيد الله يطول عمرك. تبراه. تبراه ولا المحار ولا المغاص؟ هذه هو، انا قلت لك انت الشباب عبد الرحمن يقول لك خليك على التاء. تبراه. كفو عليه، كفو كفو. هو يقولها انتم ما تسمعون. تبراه يقول لك. لا تتردد يا اخي، الله يرحم والديك يا محمد ان شاء الله. محمد الف مبروك، 1000 ريال الهيرات عندي انا. نقعد على الحداق ولا نروح هيرات ولا ديين؟ اخر سؤال. الهيرات. الهيرات رقم 7 بالهمبار. ما شاء الله عليك، رقم 7 راح. رقم 7 راح. رقم 7 راح، و4 راح، و10 راح. العد الشرقي. يلا العد الشرقي. العد الشرقي تبغي 7؟ 7 هو العد الوحيد او الهير الوحيد اللي 7 ما راح، يعني محزم 7 راح، بالهمبار 7 راح، والحين العد الشرقي و7 خلاص راح. بسم الله. سؤال ب 500 ريال، جاهز؟ جاهز ان شاء الله. يقول لك ما البحر الذي اسمع ما البحر الذي يقع بين شبه الجزيرة الهندية وشبه الجزيرة العربية؟ هل هو البحر الأحمر؟ البحر العرب. ما شاء الله عليك، ألف مبروك. ما شاء الله عليك، 1005. الحين الخيار لك على عجالة، تسكر ونقول جعل فيه العافية ولا نرجع للطواش؟ نرجع للطواش. نرجع للطواش. نتوكل على الله. لا ما أنصحك بالرقم هذا. ليه؟ أنا واحد برفع يدي وما أنصحك بالرقم هذا محمد. هلا. لأن أنت بديت من 7 7 7 لا غير محمد. محمد هلا، الله يخلي لك 7. امين الله امين. الا في هالحال ابتعد عن رقم 7. ها من 1 ل 15 على كيفك. دبل السبعة. واني لك لمن الناصحين. ها محمد يلا ملتزمين بوقت يا محمد، الله يرحم والديك. رقم 2. رقم 2. لا اله الا الله، الحصباء 10 على الله. استاهل 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 استاهل.
كفو. مبروك، الف مبروك، ال 10000 اصبح الرصيد 11500 لاخونا محمد. خلونا نروح روضة الحمامة، اي والله يستاهل. امل مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك تبارك. اسم على مسمى، ان شاء الله تاخذين من اسمك نصيب ولك امل تفوزين معانا يا رب. حداك ولا هيرات ولا ديين؟ هيرات. هيرات عندك بالهمبار ولا محزم ولا هير العد الشرقي؟ بالهمبار. بالهمبار. 4 و7 و10 راحوا من 1 إلى 9، اختار رقم. 1. 1 الله واحد سبحانه. نشوف هذا الهير البقشة. مستعجل انا حق الخليفي. يلا بسم الله، طلع لك سؤال ب 500 ريال احتمالات و15 ثانية. ما المحيط الذي يشتهر بانتشار الجبال الجليدية في مياهه؟ محيط مشهور بالثلج، الجبال الثلجية، المحيط المتجمد الجنوبي، المحيط المتجمد الشمالي، المحيط الجليدي. أي محيط الذي يشتهر بانتشار الجبال الجليدية في مياهه؟ ها يا أمل، هل هو المحيط المتجمد الجنوبي ولا المحيط المتجمد الشمالي ولا المحيط الجليدي؟ أمل، المحيط المتجمد الجنوبي. ألف مبروك ال 500 تستاهلين. خليك أسرع يا أمل. الحين وين نروح؟ نقعد في الهيرات ولا نغير؟ نقعد بالهمبار، محزم، العد الشرقي، أي هير؟ بالهمبار. بالهمبار. 1 و4 7 و10 راحوا من 2 إلى 9. 3. بسم الله ونشوف البقشة رقم 3. يلا يا كريم، استعجل الوقت قام يداركنا. سؤال 500 ريال يقول لك، ما أغنى دولة عربية بالأسماك؟ أغنى دولة عربية بالأسماك، هل هي المغرب ولا تونس أم موريتانيا؟ يلا عندنا ضيف اليوم العميد أحمد من موريتانيا. أحمد موريتانيا. نعم ما شاء الله عليك. نعم. ها، أغنى دولة عربية بالأسماك من وين؟ أي بلد؟ المغرب، تونس، موريتانيا. أمل موريتانيا. ألف مبروك وتستاهلين. جابين صح بس التأخرين، خليك سريعة معانا. نقعد في الهيرات ولا نغير؟ نفسه. من اللي غششك؟ أختك. الله لا يفرقكم يجمعكم على العزب الطاعة. عندك 1 و3 4 7 10 اللي راحوا، واختاري رقم من 2 إلى 9. 5. بسم الله، نشوف رقم 5 ايش بيقول. يلا يا كريم العلامة الكاملة ونشوف رزقك بعدين. سؤال 500 ريال، جاهزة؟ جاهزة. ما الكائن البحري الذي يعد الأكثر سمية في العالم؟ يعني أكثر حيوان فيه سم، الله يكفينا شره. هل هو قنديل البحر ولا ثعبان البحر ولا سمكة التنين؟ ما الكائن البحري الذي يعد الأكثر سمية في العالم؟ قنديل البحر. قنديل البحر. وألف مبروك العلامة الكاملة. تستاهلين يا أمل. أمل أخذ الألف وخمس كآخر اتصال مع الكباب، نقول لك ألف مبروك وتستاهلين. ولا تغامرين ونروح للطواش؟ نغامر. كفو. يا غامري غامري، توكل على الله. عندك أبو مبارك. أمل، هلا. من 1 ل 15 وهذا موجود. ها، يقول لك من 1 ل 15 ويه الخير موجود إن شاء الله. اختاري. 1005 عندك. طبعا ما شاء الله ما عاد بقى الا اي، تبارك الرحمن. اليوم يلا اليوم امل الخير واجد، ملتزمين بوقت. يلا يا امل، من 1 ل 14 ل 15. عفوا، ل 15. احنا قلنا 7 مساء حق محمد، خلاص لا تختار 7. انت ها 11. تستاهلين بعدي 11. بشر نقول الف نقول مبروك ولا ما نقول؟ قول والله مبروك وسحتين. ابعدي سحتين. تستاهل 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 2000. نعم. يا انت يا جاسر والله وجهك يا الطواش مبارك. انا بكمل هنا مع بمبارك. لا خلاص احنا خلصنا من المسابقات الليله، ان الله احيانا موعدنا معاكم القابله ان شاء الله، ولكن برنامجنا مستمر مع اخوي عبد الرحمن في الاستديو. عندك يا ابو حمد. الله يعطيك العافيه، بيض الله وجهك يا ابو علي. يمكن احنا وصلنا ختام فقرتنا مع ضيوفنا، الله يعطيكم العافيه جاسم واستاذنا القدير احمد العميد احمد المبروك. جاسم كلمه اخيره لك. طبعا احنا نشكركم على الاستضافه، ونوجه دعوه من خلال شاشتكم الكريمه الى الجمهور
بحضور فعاليات معرض رمضان للكتاب. ذكر التواريخ والوقت. من تاريخ 30/3 إلى 5/4 من الساعة 7 مساء إلى الساعة 12 منتصف الليل. بيض الله وجهك، الله يعطيك العافية. كلمة أخيرة عميد أحمد. يا مرحبا. والله أنا أشكركم شكر جزيل على هذه اللفتة الكريمة، و أشكركم أيضا على المحافظة على هذا التراث. لا شكرا على واجبك. اللي فعلا الجيل الجديد في حاجة على أنهم ما ينسوا تراثهم. الله يعطيك العافية. إحنا أيضا سعيدين تواجدك معنا، يعني العميد أحمد المبروك من موريتانيا الشقيقة، بيض الله وجهك ويعطيك العافية على تواجدك معنا، واستأنسنا صراحة معك. الله ان شاء الله يكون لنا لقاءات ان شاء الله ثانيه. وقريت معلوماتنا عن الدوحه سابقا ما شاء الله. ولا ننسى مشاهدينا الكرام بعد نذكر بسؤال المقدمه من كيك كورنر، الله يعطيهم العافيه وبيض الله وجيههم على تواصلهم دائما المستمر لبرنامجنا برنامج ليالي رمضان، فالله يعطيهم العافيه وبيض الله وجيههم على هذه الرفاله الطيبه. ولا ننسى بعد راعي الكباب بهمن، الله يعطيك العافيه بهمن. يعطيك العافيه بهمن. طبعا مشاهدينا الكرام نشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه، ونقول لكم في امان الله، مع السلامه.